يعني ما بدك تقلي من شو مزعوج لحتى اجيت لهون؟ لا تسألي أسئلة بتعرفي إني ما رح جاوبك عليها. طيب ليش ما عم تقبل تحكي لي أي شي عنك؟ أنا ما بعرف غير اسمك. على فكرة الحفلة كتير حلوة. ايه بالفعل. مساء الخير. شكرا دينا تفضلي. سيد نامق حدا مهم. شايف القصر شو حلو؟ ايه في أكتر من مشروع لازم نحكي فيه. شو أخبار؟ رح نعمل الحمد لله. اجت على غرفتي وتزللت قدامي ومسكت ايدي وباستها. جد مسكينة شو غبية تقولي عبدة تحت رجلي. قعدت تتوسلي بس نامق اجا وقتها على الغرفة وشاف يا تارو هي هيك. يا حرام ما بقى تعرف كيف بدها تخبي وشها من نامق. تعرفي أنا شفقت عليها، قلت بما أني الكبيرة خليني سامحها. شو بدنا نعمل؟ أبونا ورتنا هالورتة التقيلة وما فينا نرميها بالشارع. لو كنا عاطلين كنا منقبل وحدة مثل تفوت على بيتنا؟ مستحيل. طبعا كنا ببساطة قلنا إنها ما بتخصنا أبدا. إيه أكيد أنتو مو هيك ابنو. أصلا الإخوة لازم يضلوا جنب بعض وما يتخانقوا أبدا، وهذا اللي بيقوله الناس بس أنا مو متأكدة منه. معلش استأذن منك وروح شوف نامق. المفروض قلهم مشان يبلش كلمته. إيه طبعا حبيبتي. أنت إيده اليمين وما في بدونك. طيب تفضلي حبيبتي خدي راحتك. شكرا. مرحبا كيفكم؟ نامق بيك بتحب تبلش كلمتك؟ مستحيل قبل ما توصل الدكتورة أصلي. أصلي ما فيها تجي، إبرو هي يلي خبرتني. كيف يعني؟ ما بعرف. لك هي إبرو هنيك.
تفضلي. شكرا كثير لك، رح اخذ هي. العفو. بنتي ابرو، انت اجيتي؟ ليش ما كان لازم اجي؟ مو انت دعيتني استاذ؟ ايه طبعا لازم تجي بنتي، بس قلت هيك لانه الدكتورة اصلي ما اجي. بالحقيقة كنت تعبانة الظهر وارتفعت حرارتي، وفجأة صار حادث وكان بدهم جراح، لهيك اصلي راحت بدالي، والمسا حسيت انه تحسن وضعي فقلت بجي على الحفلة. معافاية بنتي ابرو، ديري بالك على حالك منيح وبالسلامة ان شاء الله. اهلا وسهلا ابرو. شكرا لكم. رح تبلش كلمتك ولا لا؟ 5 دقايق. ماشي. ايه خال، انت اخذت دكتورة تانية غير الدكتورة ابرو؟ ايه هالشي مزبوط. كيف يعني مزبوط؟ اخذتها لأصلي؟ ايه هي بذاتها. اصلي بتشتغل معي بالمشفى وهي بتكون رئيسة القسم الجديد والمشروع من تحضيرها. يعني انت غلطت وقت اخذتها بدال ابرو، عم تفهم؟ هي طلعت بسيارة الاسعاف، الدكتورة اللي قلت عنها كانت مريضة، ما كان في شي نعمله. لك شو هالورطة هاي؟ شو هالورطة؟ لسه بدك شي تاني؟ أخوها للبنت بالشرطة. ايه معك حق، خبرتني بهالشي. هالشي ممكن يسبب لنا مشاكل. تصبح على خير. صح عم بحكي؟ ايه تمام. هاي الصفقة لازم ناخذها. تفضلي. كل الأمور تمام؟ كتير أهلي مرحبا. كله تمام. رح تبلش الكلمة؟ إن شاء الله اليوم كتير حلوة. إن شاء الله اليوم السهرة حلوة كتير. لو سمحتوا اسمعوني شوي، السيد نامق حابب يحكي معكم كلمتين. ضيوفي الغاليين، الناس اللي بحبهم من قلبي، الرفقة الأوفياء اللي بفتخر فيهم، بشكركم لأنكم قبلتوا دعوتي على هاي الحفلة وشاركتونا الفرحة، لهيك أنا كتير ممنونكن. ومثل ما بتعرفوا حضراتكن، كنا عم نحضر قسم جديد بالمشفى واليوم افتتحناه. هلأ الأطفال المحتاجين رح يقدروا يتعالجوا عنا مجانا. أكيد أنا ما عم خبركن هالشي ليكون إعلان، أنا دائما بقول إنه الخير بينتقل بالعدوى. صدقوني وقت عملت هذا الخير حسيت بشي خاص بقلبي، حسيت براحة وطمأنينة صعب ينوصفوا. وقت بتعملوا خير بترضوا ربنا وبترضوا ضميركم كمان، وبتحطوا راسكم على المخدة وانتوا مرتاحين. مبروك نعمق بيك. مبروك نعمق بيك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يجزيك الخير يا نعمق بيك. شكرا، انا ممنونك. كأنه بالغت شوي بالكلمية اللي قلتها. اللي خطر على بالي قلته وبس. بعرف هي هي المشكلة اصلا، بيّنت إنك كنت كتير متوتر، لازم ترتاح شوي وتهدى يا نامر. فرهاد رح يوصل لللابتوب. بعرف انك مو نايمه،